علم نوع أسبوعين إلنا في خان يونس مستشفى ناصر، بنشتغل بنغطي من هون، بنام في المستشفى، بنام في السيارة أغراضنا، بنحاول نبحث عن حمام في كل وقت، ما باكل ما بشرب إلا الحد القليل جدا عشان ما أضطر إني أروح دورة المياه. بنصحى على صوت البكاء وعويل الأهالي على أولادهم. بنتعرض طبعا لقصف، يعني احنا اكثر من مره هون في منطقتنا نغادر كاميراتنا وما نقدرش نطلع في رسائلنا لانه القصف حوالينا في كل مكان. عنف الغارات في كافة المناطق لم يستثني احد، وعمليا هناك عدد من الصحفيون لاقوا حتفهم في هذه الغارات الإسرائيلية على كافة المناطق في غزة.